بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. عزيز وزهراء رئيس جماعة غزة. عزيز وزهراء يتفضل الشيخ محمد. فرحان بهذا الموسم الثقافي اللي واحد المدة ديالو ديال القرن ملي خلقنا الصغار وحنا باقين وجدودنا وحنا متبعين هذا الموسم هذا، وعام لعام كيتكثر كتجينا من 600 فرصان حتى 700 عود، وفرحانين بهذا الموسم هذا والجمعية والجماعة جمعية آفاق ومبادرة للتراث والتنمية وكاع اللي ساهم في هذا الموسم هذا. عندنا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه تحية طيبة. أيها الحضور الكريم، أنا في البداية أشكر ونرحب بكم جميعا، وأن ربي أصلت عن نفسي ونيابة عن المجلس جماعة غزة ونيابة عن سكان جماعة غزة عن سروري وتماني التعاون الكبير لأجل تنظيم موسم مساكن غزة لهذه السنة المنظمة طيلة أيام 17 و18 و19. وبهذه المناسبة أتوجه الشكر الجزيل للمساهمين في تنظيم هذا الموسم ترتيب أو من قريب أو بعيد، سواء كانوا أشخاص معانين أو وخاصة بذكر كل من سيد عامل عملات مكناس، سيد رئيس المجلس عملات مكناس، السلطة المحلية، الدرك الملكي. هذا تبارك الله لأخويا عزيز الزهراء. القوة المساعدة، الوقاية المدنية، مندوب وزير الصحة العمومية، الوكالة المستقلة لجزيء الماء والكهرباء، مديرية وزارة الطاقة والمعادن، مجموعة الجامعات اللي عملت مكناس. أشكر هذا الموسم وعلى مساهمة فيه كبيرا وصغيرا، وراه كل شيء الحمد لله كاين، وجبنا واحد وساهمنا مع واحد الماء، جبنا مرحبا بكم كلها ماشي غير هذا العام السي عزيز. كاين 100 و700 متر باش جبنا الماء هذا الموسم هذا. وراه ان شاء الله كل شيء موجود، الشعير كاين، البار كاين، الماء كاين، وحنا فرحانين بهاد الناس كاع اللي جاو، والصحافه واللي جاو عندنا وعمروا علينا وكبروا فينا في هذا الموسم، حنا كنفرحوا بهم، وكل شيء ان شاء الله غيدوز مزيان، وكل شيء مزيان، ومرحبا بكم.